السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو هنبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا النهاردة قررت اعمل لكم كنافة. رب فيديوهاتنا اللي فاتت تعجبكم، لو عجبتكم دوسوا على لايك وتشير سبسكرايب واشتركوا في القناة وتابعوا معايا. عندي كوبايتين سكر، كوباية مية، واحدة فانيليا، نص عصرة ليمونة، ومقادير الشربات. وعندي نص كيلو كنافة أنا مخزناها في الفريزر وفرمها وناعم خالص. وعندي كوباية سمنة، نص كوباية سكر بودر. وهنروح نعمل الشربات. نضيف السكر، احطهم على النار وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ورجعت لكم يا حبايبي وتابعوا معايا. ادي الكنافه، هضيف عليها السكر البودر وهنخلطهم كويس وتابعوا معايا. هنضيف عليهم السمنة كويس وارجع لكم تاني. وكده يا حبايبي الخليط جاهز معانا. عندي صينيه مربعه دهناها سمنه وهضيف فيها الخليط وتابعوا معايا. هخلص بقيت رص الكميه وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما صبيت الكنافه في الصينيه، هسيبها في الفرن وارجع لكم تاني واوريكم بعد التسويه. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما طلعت الكنافه من الفرن، هقلبها على الناحيه الثانيه وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما قلبت الكنافه، عندي الشربات، شربات تقيل بارد، هزقيها للكنافة وتابعوا معايا. هخلص زقيت الكنافة وارجع لكم تاني. رجعت لكم يا حبايبي بعد ما
صبيت الشربات على الكنافه، شايفين لونها جميل ازاي وطريه. وكده فيديو النهارده بيكون خلص، ولو عجبكم دوسوا على لايك وتشير وسبسكرايب واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وجربوها، هتعجبكم جدا جدا جدا. واستنوني في فيديو جديد. يلا مع السلامه.